أعطت السلطات المحلية إشارة انطلاق موسم الاصطياف. هذا الموسم الاصطياف اللي يتمثل في عدة محاور أساسية، وهي أولا استغلال المسابح على مستوى الولاية. هذه المسابح اللي راهي سبعة مسابح من مسابح شبه أولمبية، مسابح جوارية وأحواض سباحة، موضوعة كلها حيز الخدمة لفئة الشباب والأطفال، دون أن ننسى العنصر النسوي، وهو فيه مسبح متخصص للنشاط النسوي واللي راهو انطلق عنده سنوات وراح فيه إقبال كبير. فيه كذلك مسابح أخرى اللي راهي في طور الإجراءات، وكذلك راهي في طور الإنجاز، وهذا قبل نهاية 2025 راح نصل إلى 21 مسبح على مستوى الولاية. وبالتالي هذه تعتبر جهود كبيرة من طرف الدولة من أجل استغلال شبابنا هذه المسابح. احنا دائما نجوا لابيسين باش نعوموا، في السخانه هذه يديروا لنا الماء بارد ونعوموا ونستمتعوا. كاين نوادي بزاف نتمرنوا، كاين كيما احنا نادي بي اس او.